على مدار 9 أشهر من الإبادة المتواصلة في غزة، هناك من لم يعتد المشهد، هناك من لم يصمت للقهر، هناك من لم يتوقف عن دعم فلسطين. في اليابان اعتاد هذا المواطن الذهاب يومياً إلى مقر السفارة الإسرائيلية في طوكيو مردداً بأعلى صوت له: أوقفوا الإبادة، توقفوا عن قتل الأطفال. دعونا نشاهد هذا المقطع الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل.抗議するんだったら、セブン前設けてますんで、抗議ブース、そちらでお願いします。抗議続けますか？続けるんだったら、